طيب انا مثلا جيت في فتره من حياتي ارتبطت وحبيت شريكه عمر واتجوزنا وعملنا بيت وعملنا اسره، واكيد المشاعر موجوده وبنحب بعض، ولكن مع دوشه الحياه والتزامات الولاد والتقدم في السن والشغل والحياه ما بقتش احس بالمشاعر، والراجل لسه حاسس ان قلبه لسه بينبض، يعني محتاج اعيش تاني الاحساس مش الحاله، الاحساس ده مش عارف يلاقيه في زحمه الحياه، ممكن تصادف يعدي قدامه موقف فيتعلق بيه، هل ده حب ولا هو بيخدع نفسه؟ هو بقى ده سؤال طبعا جوهري جدا. ليه بقى؟ لان احنا زي ما قلنا قبل كده انه هل السعاده اللي احنا بنتكلم عليها دي السعاده بتاعتك انت باختيارك انت بحريتك انت، ولا انت بتشوف انه من معارفك واصدقائك واصحابك والكلام اللي بيتكتب في الاعلام والكلام ده ان الراجل لما يوصل للمرحله دي الاحسن يكون عنده علاقات خارج اطار الجواز، انهي الاحسن؟ هل انا حر في الاختيار؟ وهل انا فعلا الانسانه دي اللي انا شفتها هي فعلا اللي انا فعلا عايزها وبحبها، ولا هي حاجه علشان اثبت ان انا راجل وان انا عندي قدره على ان انا اطارد واحده وان انا اصطادها واعلقها واعمل فيها اثبت لنفسي ان انا لسه دون جوان يعني. بالظبط. فهي الفكره كلها نرجع تاني للنقطه اللي بدأنا بيها، حريه اختيارك. حريه الاختيار. انت حر فعلا في اختياراتك ولا انا بختار ليه؟